السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا، يسعد صباحكم ويسعد مساكم. أنا عارف الساعة عندكم الساعة 2 بعد نص الليل، فبالنسبة لكم صباح الخير، بالنسبة لنا الشمس بتغيب بعد تقريبا أقل من ساعة، فمساء الخير على اللي متابعينا من جو أمريكا. صلي يومين ثلاثة بجوز أربعة ما طلعناش، معطلين يا جماعة معطلين، فمش فاضي. اليوم نزلت نشرة الفيزا، طبعا هاي بتهم الناس اللي فايزين من السنة الماضية بس، فما حدش يسأل من الناس اللي ما لهم مش دخل لا بالفوز ولا حتى اللي بيقدموا قاعدين حاليا، يعني فما بتخصهم. مش هاي النشرة، هاي النشرة بتخص الناس اللي راح يقابلوا وفايزين بالقرعة. كويس، زي بنرجع نحكي مرة ثانية، يعني احتمال القرعة تكون آخر سنة عشان نبطل نطلع نحكي بث مباشر، خلص بينقطع الهاي ما علينا. السلام عليكم. ايه والله ما عندي التليفون، خلونا نظبط الوضع. كيف حالكم جماعه، شو اخباركم؟ بصراحه مش لاقي اشي بدي احكيه، فراح احكي لكم انه بواحد لغايه 10 الشهر في معرض انا السنه الماضيه زرته اللي هو تبع السيارات، فراح ان شاء الله اروح ازوره مره ثانيه، نشوف شو في حديث بالسيارات. تعرف أن الشباب إحنا بنموت على السيارات، أنا من الناس اللي بحب السيارات، بس لما الواحد بتلبس سيارة وكالة يا جماعة الخير ما بيجيش عباله إنه يبيعها، يعني عشان هيك، أو مش بيجيش عباله إنه يبيعها راح يخسر كثير. عشان هيك أحكي لكم على نظام شراء السيارات في أمريكا هون. هلأ أنا قدر الإمكان، مش قدر الإمكان يعني، ما بحبش أشتري سيارة فوائد، تعرفوا اصلا بلادنا العربيه ماشيين اصلا على الفوائد، كلهم ماشيين على الفوائد، وهنا كمان ماشيين على الفوائد. الفائده هنا لها اسمين، اذا كانت اذا كنت بتشتري سياره اسمها اي بي ار، كويس، هي لها اختصار بس مش عارف اختصار ايش، لها اي بي ار. فلما تيجي تفتح مثلا على موقع سيارات بامريكا هون بقول لك مثلا الاي بي ار على السياره هاي مثلا 2.5% 3% هيك هيك الرينج، يعني 2.9% هاي اللي هي الفائدة. هلا في شيء نوع، في اسم ثاني للفائدة اللي هو بسموه الانترست ريت. الانترست ريت على الأغلب بتلاقوه موجود في شراء البيوت، يعني الانترست ريت نفس الشيء اللي هي مسمين لنفس الشيء اللي هو الفائدة. طيب أنا جيت على البلد بدي أشتري سيارة، هسا أنا أحسن أشتريها بالتقسيط ولا إيش أشتريها؟ البلد هنا في أكثر من نوع لشراء السيارات، في شيء تشتري من الوكالة مشترى وتأخذها بالتقسيط وبسموها فاينانس. فاينانس يعني تقسيط. فلما تشتري السيارة من الشركة أول إشي لازم يكون الكريديت سكور تبعك عالي. تقول تسألوني أنا كيف اشتريتها وأنا ما عنديش كريديت سكور، السيارة اشتريتها باسم واحد تاني طبعا، وناس عادة نادرين اللي تلاقيهم أنه يشتري لك سيارة على اسمه. كويس، ونفس الشخص على فكرة اللي اشترى لي على اسمه رجعت اشتريت له سيارة على اسمي، فأنا فعليا السيارة هاي على اسمه وسيارتي اللي معه على اسمي. إذا كنت تسألوني ليش وما ليش وليش، طب ما هو اشتراها على اسمه. المشكلة لما بتيجي بتشتري بيت في البلد هاي بدهم يشوفوا شو في عليك التزامات، ومن ضمن الالتزامات هاي اللي بتكون ضخمة اللي هو لما يكون عليك سيارة عليها 20-30 ألف دولار، فهاي بتقلل من نسبة قديش القرض اللي راح يعطوك إياه للبيت. فصديقنا كان بده يشتري بيت، فأجى حكى لي أنا بقدرش أشتري سيارة هسا على اسمي عشان ما يأثرش على القرض، فقلت له مرحبا بك، فساعدنا أول ما إجينا، فساعدنا لما هو احتاج المساعدة، والحمد لله سددنا حق السيارة هاي، وهو سيارة ضايل عليها كم من ألف وبنخلص. فهذا بسموه فاينانس. إذا كنت من الناس اللي بحبوا يبدلوا سيارات ويغيروا سيارات وتركب سيارات يعني موديل سنتها، في اشي ثاني بسموه ليس. الليس هو عبارة عن تقسيط، هو تأجير السيارة، هو في بلادنا زيه اسمه التقسيط المنتهي بالتملك، لكن هذا التقسيط بقسطوا لك السيارة على خلينا نحكي، أنا بنتي معي قاعدة غرفة بالطمع سنتين أو ثلاث حسب موديل أو حسب نوع السيارة. مثلا سيارات المرسيدس، سيارات المرسيدس بصراحة أنا بحب أركب مرسيدس، بحب أركب بي أم،
لكن المشكلة الفاينانس تبعهم أو الاي بي ار تبعهم لما تيجي بدك تشتري السيارة مشترها في عليها فاينانس، يعني في عليها اي بي ار اللي هو تقريبا بكون 2.5 2.9، ما في إشي عندهم زيرو اي بي ار. كويس، لما احكي لك زيرو اي بي ار يعني السيارة بتروح عليهم بتلاقيها حقها مثلا 30,000 دولار، خلاص بتشتريها ب 30,000 دولار. كويس، لكن اذا كان في عليها اي بي ار عاد بدك تحسب الفائده على كل سنه وبقسطوا لك اياها حسب الشركه. يعني عندكم سيارات تويوتا بقسطوا سياراتهم تقريبا على 5 سنين، سيارات فورد في سيارات بتقسط على 7 سنين. كويس، فلما تيجي تشتري لك سياره مثلا عند فورد، شو هي السياره اللي نازله عندكم؟ عن شيطان نسيتها، الكهرباء، هاي سيارات الكهرباء اللي نازله عندكم، فورد فيوجن مثلا، تيجي تلاقي سعرها مثلا عندنا 28 او سي ماكس تلاقي حقها 25,000 30,000. لما تيجي بدك تشتريها من عنده ممكن يقسطوا لك اياها على 5 سنين، تشوف السياره 25,000 قسمها على 5 سنين، شوف بيطلع قسطها 300 250 300 دولار 400 دولار. هلا اذا انت من الناس اللي راح تشتغل وتجيب دخل كويس محترم، كويس، بس يا بابا حبيبتي سكر الشباك، يعني الواحد افضل انه اذا انت ضامن انك راح يضل يجيك دخل، بس اذا شغلك مش كويس او انك بتجيبش دخل كويس، يعني تخيل انت هاي مبلغ بدك تصير تحطه كل شهر. هلا بالنسبه للليس بيجيك مثلا انت الليس اكثر شيء الناس اللي بيعملوا ليس، يا اما انك انت بتحب تغير سيارات كل فتره وفتره لانه بعد السنتين بدك تسلمهم السياره او بدك تدفع باقي حقها، او انه مثلا بتسلمهم السيارة بتروح تاخد سيارة ثانية. ماشي، هلا بالليس انا جربت الليس، يعني اخذت سيارة كانت مش فورد عفوا تويوتا هايلاندر، وقعدت معي 3 سنين ليس، وضل عليها لما اجيت بدي اخلص كانت السيارة كانوا 35,000، لما اجيت بدي اخلص كان ضايل عليها 21,500. فبهاي الحالة لازم أنا أدفع لهم 21,000 أو أنه أكملهن. لما تيجي بتستأجر سيارة بتأخذ سيارة ليس ممكن يكون فيها دفع داون بيمنت. بابا أقعدي، الله يرضى عليك تقعدي. ممكن يكون فيها داون بيمنت مثلا 700 دولار 1,000 دولار 2,000 دولار حسب شو نوع السيارة. المرسيدس عادة غالي. كويس، فبرضو لازم يكون برضو الكريدت سكور تبعك عالي عشان تأخذ سيارة ليس. فبتاخذ السياره وطبعا لازم يكون عليها تامين شامل، وبظلك تدفع اقساطها كل شهر لغايه لما يجي قرب تنتهي. طبعا بيشترطوا عليك في السيارات اللي زي هيك الليس مسافه معينه الى المايلج اللي بتقطعها، يعني بيقولوا لك مثلا مسموح لك بالسنه 12,000 مايل. المشكله في بلد زي امريكا زي هيك زي السعوديه مثلا بلد كبيره، لما بدك انت بتروح مسافات كثير بدك تحسبها عشان ما يطلعش عليك مايلج زيادة، وبكونوا حاطين لك انه مثلا الميل الزيادة اللي بتمشي بدك تدفع عليه مثلا 0.35 اللي هو 35 سنت يعني على المايل الواحد. فاذا ماشي لك 2,000 3,000 5,000، لنفرض انك ماشي لك 10,000 مايل زيادة عن المايل اللي هم محددين لك اياهم 12,000 مايل، يعني 10,000 تضربهم ضرب 35 سنت كده ايش بيطلع؟ 3,500 ولا كم؟ 350، احسبوها عشان عقلي مش مساعدني في اني احسب. فهاي نوع من انواع الانواع اللي هي الليس. برضو الليس اذا انت بدك تاخذ على اسمك والكريدت سكور مش كويس تبعك ممكن انه حدا يوقع معك، وبتكون برضو مسؤول عن السياره، يعني برضو في عليه مسؤوليه، يعني اذا انت وقفت تدفع بنضرب الكريدت سكور تبعه. كويس، هاي بالنسبة للليس. طبعا الحلو في الليس انك تستطيع ان تركب سيارة ولا افخم، يعني شو بدي احكي لكم، يعني في سيارات المرسيدس قد ما بتشوفوها فخمة فخمة فخمة، وسيارات البي ام فخمة فخمة فخمة، لما تيجي بدك تاخذ سيارة ليس، فلما تيجي بدك تستأجر السيارة زي هاي بتدفع ممكن داون بيمنت مثلا 2,000 دولار 3,000 دولار ممكن 6,000 دولار، وبصير قسطك بالشهر يتراوح ما بين بالنسبة للمرسيدس من أصغر فئة خلينا نحكي 300 دولار لغاية يعني أفخم سيارة عندهم ممكن تدفع 2,000 دولار بالشهر. هذا ليس، هذا السيارة الفخمة الفاخرة اللي حقها يوصل ممكن 250,000 دولار.
كويس. طبعا ممكن تحكوا لي انا شو بستفيدوا هم؟ طبعا هم بستفيدوا كثير، بستفيدوا كثير كثير. يعني انت لما تخيل لما انت مثلا السياره، انا الهايلاندر اللي كانت معي كان ضايل عليها 20,000 وذبيحها، رحت ولازم اسلمهم اياها، برجعوا هم ببيعوها بحوالي 27,000. يعني شوفوا هم اخذوا مني على مدار السنتين القسط اللي كنت ادفع لهم اياها كان اتوقع 350 دولار، تخيلوا انتوا يعني حوالي 15,000 دولار بسنتين، واخذوا السياره وبنفس الوقت رجعوا باعوها بحوالي 27. شوف كيف السياره بتجيب مصاري، جبت لهم مصاري، شفت كيف؟ هاي بالنسبه للليس. وبالنسبه هسه في طريقه الثانيه انك انت تشتري مباشره من ديلر شيب، وعاده الديلر شيب اللي هو المعارض ان بكون في عندهم الاي بي ار عالي، يعني نسبة عالية ممكن 5.5-6.5، خصوصا إذا كان ما عندك كريدت سكور أو إذا كان الكريدت تبعك أصلا مضروب أو ما عندك كاش كريدت بالمرة، يعني فبستغلوا الموضوع هذا. أو إذا بدك تشتريها كاش عاد تيجي بدك دبها 7-8,000 هاي عشان تمشي حالك يعني، بس ما فيش حدا بيجي بدب يعني حق سيارة 50,000-60,000-70,000 مرة واحدة، شفت كيف؟ فالناس اللي بتلاقيهم هذول الشغل العرب العريطة اللي بتلاقيه راكب لك سيارة اشي بخزق خزق اشي بحرق حرق وبقول لك سيارتي وما سيارتي، هذا اصبر عليه زمن سنتين زمن، وبعدين لازم يجي يا يجيب غيرها يا يبدل. فيوم ان شاء الله راح اخبركم لما اجي اروح المعرض هذا. المرة الماضية لما روحت صراحة شفت سيارات اشي مخيف خيالي، كان معرض سيارات مش طبيعي. فراح يفتحوا مرة ثانية بلوس أنجلوس بتاريخ 1 لغاية كأنه 10-12. بالنسبة لأسئلة السفارة يا جماعة الخير، الناس الفايزين بالقرعة ما في أسئلة صعبة، النموذج تبع ال 260 اللي أنت جاوبته كل الأسئلة هاي المكتوب عليها يس نو يس نو يس نو، ولذا أغلبها أنت جاوبتها نو، هاي هي الأسئلة راح يسألوك إياها. وكمان أي حدا رايح يقابل مقابلة هجرة يا جماعة الخير يطمئن جدا، إلا إذا كان هو عامل شغلة غلط غير قانونية، لكن المقابلة الهجرة سهلة، هي تحصيل حاصل فقط، وما بدهم يشوفوك سلموا عليك يأخذوا بصماتك ويطبعوا لك الفيزا. لكن الأسئلة تبعت فيزا السياحة هي زي ما حكيت لكم، أنت متهم أنك أنت رايح مهاجر حتى تثبت عكس ذلك، فما حدش يحكي الهم مقابلة الهجرة. تحياتي لكم شباب، أشكركم على المتابعة، وإن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.